هل يمكن القول أن تونس للمرة الأولى منذ عقود اليوم تعيش جفافا حادا، سدودا شبه فارغة بسبب ندرة الأمطار وحدة الجفاف التي لم يسبق لها مثيل في تونس؟ مساء الخير. فعلا تقريب تونس تشهد أزمة غير مسبوقة على عدة مستويات. نحن أمام 7 سنوات تقريب متكررة من المواسم الفلاحية التي تعتبر في تصنف في مواسم جفاف متكررة، وبالتالي هناك تراجع على مستوى الإنتاج الفلاحي، تراجع على مستوى تعبئة الموارد المائية. تقريب درجات الحرارة سجلت مستويات قياسية بالنسبة لهذه السنة. تقريب معظم الظروف المناخية تضافرت يدا باليد لتكبد الاقتصاد التونسي متاعب شتى. وبغض النظر على هذا، تقريب هي تقريب سياسة تراكمية أيضا لعدم حسن إدارة الشأن الداخلي في تونس. تقريبا هو القطاع الفلاحي الآن بقى يقف عاجزا على تلبية الحاجيات الأساسية للاستهلاك الوطني، وهو تحت تأثير التغيرات المناخية وتحت تأثير ما يحدث على الساحة الدولية. تقريبا معظم هذه العناصر صنعت مع بعضها البعض أزمة مستفحلة على الأقل بالنسبة لتونس. تقريبا ما يحدث هذه المرة سيكون عنده تداعيات سلبية مستقبلا، لأنه ما حدث من مواسم الجفاف وتراجع الموارد المائية، وبالتالي ستكون هناك عواقب على الإنتاج الفلاحي، وبالتالي ستتوجه تونس لاستيراد حاجياتها من الخارج، وستكون لذلك تداعيات اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا. لو كان سؤالك في خصوص هذه أول مرة أو لا، نعم تقريبا بهذه الشدة تقريبا هذه أول مرة، يعني أن تصل مستويات السدود إلى 30%، تقريبا هو الحاجز التقني لكي تصنف يوم الصفر، أو يعني عدم قدرة الموارد المائية على تلبية الحاجيات الأساسية أو اليومية للاستهلاك الاقتصادي. تقريبا كهذا كانت تونس أقرب من أي وقت مضى لهذا السيناريو، وبالتالي هو ليس ضمان أن لا يتكرر ذلك مستقبلا. نحن نتوقع معظم النماذج المناخية على الأقل تتوقع أن ستكون المواسم القادمة شديدة الجفاف على الأقل، وستكون هناك تراجع كبير على مستوى تساقطات الأمطار حتى 25%، وهي أرقام مخيفة سيدتي بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن. يعني هذا الظروف المناخية باتت الآن تسلط مسدس لتطلق رصاصة الرحمة على الاقتصاد التونسي. تحديدا الاقتصاد التونسي ستتجه به للدكتورة جنات، أهلا بك معنا. استيراد 95% من الحبوب هو رقم كبير في ظل الإشكالية التي تعاني منها تونس في الموازنة المالية، عدم توفر العملة الصعبة. كيف ستواجه تونس بتقديرك كل هذه الإشكاليات وليست لديها هيكلة ربما لتحسين الأوضاع؟ نعم، بكل أسف لا توجد بوادر أو مؤشرات تفيد بأن هذه الحكومات استطاعت على الأقل احتواء تداعيات التغيرات المناخية التي لم تأتي يعني صدفة، ولكن عشنا تراكماتها إلى هذه السنة. وهذه السنة حقيقة المحصول هو متعدم 2.7 مليون قنطار، لا تكفي حتى لتوفير البذور الموسم القادم. ورغم شدة الأزمة إلا أن هناك صحيح تحرك لربما من قبل وزارة الفلاحة، وهناك إجراءات ولكنها إجراءات عناوين ضخمة بمحتوى هزيل بكل أسف، باعتبار أن المطروح اليوم يعني بصفة استعجالية هو إنقاذ منظومة الحبوب. وإنقاذ منظومة الحبوب لا تتم بإجراءات يعني ظرفية، باعتبار أن الصعوبات التي تعانيها منظومة الحبوب هي صعوبات هيكلية تعود إلى سياسة الدولة منذ يعني الاستقلال إلى اليوم. نحن نعيش تداعيات الأخطاء والسياسات الفاشلة التي تبنتها كل الأنظمة السياسية منذ الاستقلال إلى اليوم. وبكل أسف اليوم المعالجة لا تتم بطريقة ظرفية، باعتبار أن حالة الجفاف وتداعيات التغيرات المناخية حقيقة عمقت وكشفت حقيقة عن هشاشة هذه المنظومة وهشاشة القطاع الفلاحي عموما. وكنا نعتبر أو نعتقد أن في ظل الأزمات تتحرك الحكومات من أجل يعني إيجاد إجراءات استثنائية عاجلة حقيقية تنعش وتعيد يعني الأمل لدى المزارعين عندما نتحدث عن منظومة الحبوب، ولكن بكل أسف اليوم المزارعون يعيشون يعني لحظات
فراغ باعتبار أنهم أصبحوا يتذمرون من غياب الدولة. واليوم هناك أمر حكومي يضبط المناطق يعني المتضررة من حالة الجفاف من أجل تحديد يعني هذه المناطق حتى يتمتع المزارعون بجبر الضرر. نعم. وماذا ينتظر هذا الأمر الحكومي؟ مجرد يعني إمضاء. هذا الإمضاء لازلنا ننتظره، وتعلمون أن التداعيات لا تنتظر والأضرار تتراكم إلى صحيح. أن تصل لفترة طيب. يعجز المزارع عن مواجهتها. طيب إذا أردنا الحديث عن العلاج أستاذ حمدي اللي اتخذته الدولة التونسية لمواجهة ربما وتدابير لمواجهة الأزمة الجفاف، كان هو قطع الماء ليلا على التونسيين من أجل مواجهة أزمة الجفاف ومن أجل أيضا ترشيد الاستهلاك. في تونس هل هذا هو الحل؟ لأن لدينا ضعف في إنجاز المحطات التحلية، ضعف في الموارد المالية، عديد المحافظات لا تنتج أي شيء، فبالتالي كيف تقرأ هذه التدابير التي اتخذتها الدولة التونسية لعلاج الأمر؟ حقيقة هي كانت تدابير سريعة واستعجالية وتحت ضغوطات من الرأي العام للتحرك نحو اتخاذ بعض التدابير لإنقاذ الوضع نوعا ما، لكن دعني أقول لك سيدتي، معظم ما وقع اتخاذه هو يشمل 14% فقط من استهلاك المياه في تونس، يعني الاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري بالأساس، يعني قطع المياه من شأنه أن يوفر نظريا على الأقل 20% من هذه الـ 11%، يعني لو يعني النسبة ستكون ضئيلة وضئيلة جدا، يعني هذه التدابير أنقذت تقريبا 3% فقط من الموارد المائية، كان بالأجدر على الدولة أن تتوجه نحو القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي في تونس تقريبا يستهلك 80% فقط من اجمالي الموارد المائيه في البلاد تقريبا، وهذا مشكل كبير. المشكل تقريبا اداره 80% من تلك الموارد المائيه في تونس تضعها الدوله في ايدي المجامع المائيه وبعض الجمعيات المهنيه الاخرى التي تتصرف في توزيع المياه والتنسيق بين مختلف الاطراف الفلاحيه لتحصل على نصيبها من المياه، وبالتالي هي جمعيات تطوعيه، جمعيات لا تملك ما يكفي من الخبره لتسيير ملف بهذا الضخامة وبهذه الحساسية. باتت مسألة المياه في تونس وليس في تونس فقط ولا حتى على مستوى العالم هي مسألة أمن قومي، يجب على الدولة أن تتحرك وفق ضوابط علمية. نحن وجهنا العديد من التوصيات نحو الدولة لمراجعة بعض أنواع الزراعات التي تعتبر ناهمة ومستهلكة جدا للمياه. الآن بات الحديث في تونس هل المياه المتوفرة هل هي موجهة للسوق الداخلي أو موجهة للاستهلاك الوطني أو هي موجهة للاستهلاك يعني للتصدير يعني خارج أرض الوطن، وبالتالي هناك بعض التوصيات والتي أهمها على الأقل إعادة توزيع الخارطة الفلاحية في تونس وإعادة النظر في بعض المنتجات الفلاحية التي يقع تصديرها خارج أرض الوطن. على سبيل المثال البرتقال أو العنب أو الفراولة، يعني هي تقريبا محاصيل ناهمة وناهمة جدا للمياه، وبالتالي هي تونس تصدرها حتى ولو كان ذلك على حساب المياه الجوفية التي هي من حق الأجيال القادمة. وبالتالي بات الحديث الآن العائلات المتنفذة التي تملك هذه القطاعات التصديرية أو بعض المحاصيل التصديرية بصفة حصرية تتحكم في مصير المياه في تونس، نعم أو لا؟ هذا كان السؤال إلى الدولة، وبالتالي نحن دفعنا نحو أن تكون المياه المتوفرة أن توجه للقطاعات الاستراتيجية الفلاحية، يعني التي عندها عمق أمني وعمق استراتيجي. وبالتالي نحن نتحدث هنا على قطاع الحبوب، يعني هذه السنة تونس ستستورد بمئات الملايين من الدولارات الحبوب من الخارج في ظل أوضاع اقتصادية دولية صعبة، يعني حتى طلب العروض التي تتوجه به تونس ستتوجه به مصر كذلك ستتوجه الجزائر والمغرب، وهذا كل هذه الأطراف المتوجهة للأسواق سترفع من سعر الحبوب على صعيد العالم، وبالتالي سيكون هناك مزيد والمزيد من الضغوطات على تلبية تلك الحاجيات. الآن ممكن التوقع على الأقل ستكون أزمة جوع أو أزمة على الأقل تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين التونسيين في الفترة القريبة، وبالتالي ستكون طيب. هناك تداعيات اقتصادية مؤلمة اجتماعيا واقتصاديا، وهذا بالأسف كيف ساهم المناخ في تحريك من وهو نموذج كيف سيحرك تحرك التغيرات المناخية الشارع والشأن السياسي في بعض الدول مثل تونس. دكتورة جنات، عند الحديث عن الحبوب بوتين لم يذكر الدولة التونسية من بين الدول التي ستستفيد من الإعانات الروسية في موضوع الحبوب، هو يشترط الولاء مقابل الغذاء، وتونس لديها اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، فبالتالي هنا وهذه السنة أيضا صعبة جدا على تونس لأنها مطالبة بأداء جزء من أقساطها من القروض التي ربما حصلت عليها تونس في السنوات الماضية، فبالتالي
كيف ترين دكتورة جنات مستقبل تونس الاقتصادي في الشهور المقبلة؟ نعم، هناك ضبابية بكل أسف، هناك تعتيم يعني إعلامي، لا المعلومة غير متوفرة. كل ما نعلمه أن الإدارة التونسية هي تشتغل، وزارة المالية تشتغل، البنك المركزي يشتغل، وزارة التجارة تشتغل، ولكن لا نعلم تفاصيل التوجهات التي انخرطت فيها هذه يعني الإدارة. هل أنها يعني مستمرة في تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية واستكمال بنود هذا البرنامج؟ هل توقفت عن إذا نعتقد أن هناك قطيعة بين رئيس الجمهورية وبين يعني السلطة أو الوظيفة التنفيذية بكل أسف، وبالتالي هذه الضبابية عوض أن يعني يتم التخلي عنها، ولكن نرى أنه يتم تكريسها في ظل مؤشرات اقتصادية ومالية في تراجع مستمر. سيدتي الكريمة، اليوم الثلاثي الثاني من هذه السنة سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سلبيا، يعني بحساب يعني التغيرات الثلاثية إلا 1.3%، وسجل بحساب الانزلاق السنوي الثلاثي الثاني نسبة نمو ب 0.6%. القطاع الفلاحي، ولأول مرة في تاريخ هذا القطاع أعتقد لربما يعني لست متأكدة، سجل نسبة نمو سلبي بمستوى في حدود إلا 12.5%. هذا القطاع الاستراتيجي رغم هذا يعني الرقم المفزع، إلا أننا لم نرى أي تحرك استعجالي من أجل احتواء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبالتالي هذه المؤشرات، فضلا عن أيضا تفاقم العجز الميزان التجاري الذي سجل هو أيضا رقما غير مسبوق خلال 7 أشهر الأولى من هذه السنة، عجز تجاري ب 20.7 مليار دينار، 20.7 مليار دينار. من أين سيأتي البنك المركزي أو ستأتي الحكومة بهذه يعني الموارد من العملة الصعبة، والحال أن الاحتياطي من العملة الصعبة هو أيضا ضعيف، وأغلبه هيكلة هذا الاحتياطي أغلبه من القروض والمنح غير المستخدمة، باعتبار أن مواردنا تبقى محدودة ومحدودة جدا. بالنسبة للمداخيل يعني السياحية 4 مليار دينار خلال يعني 7 أشهر، تحويل التونسيين من الخارج هو أيضا يعني رقم 6 مليار دينار، ولكن ليست ولدينا أيضا تسديد الأقساط الديون. صحيح. وبالتالي اليوم التحكيم بين تسديد الديون، اقساط الديون، او توفير يعني قوت المواطن، باعتبار ان اليوم لدينا حاجيات اساسيه من مواد اساسيه ومحروقات وايضا الادويه. اذا هذه الحكومه وفي ظل هذه المؤشرات يعني الماليه والاقتصاديه المتدهوره لم نرى لها اي تحرك واي يعني على الاقل برنامج إنقاذ ودفع. طيب. الاقتصاد على الأقل أو بديل ظرفي على الأقل من خلال مشروع قانون مالية تعديلي على يحتوي كل هذه يعني التداعيات أو كل هذه المؤشرات السلبية في مواجهة التزامات تونس في هذه الأيام يعني من هنا إلى آخر السنة. طيب، أنتقل أستاذ حمدي بآخر سؤال. أستاذ حمدي، يعني الفلاحين في تونس طلبوا الدعم من الدولة، كانت هناك حوارات تجرى مع الفلاحين سنة 2015، هذه الحوارات كانت نتائجها بناءة، ولكن مع تعاقب الحكومات لم يحدث شيء على مستوى الفلاحين، والفلاحة اليوم تخسر في تونس. فبالتالي هنا، هل الاستيراد هو الحل في الوقت الراهن؟ لأن حتى ما تم استيراده 25,000 طن، هذا لا يكفي التونسيين حتى لأسبوع.
الاستيراد هو الارتهان إلى الخارج، وهو ارتهان اقتصادي كذلك، وهو بيع للسيادة الوطنية. بالتالي ممكن على الدولة الآن أن تفعل بعض السياسات السابقة التي وقع التواصل إليها مع هؤلاء الفلاحة. تقريب الفلاحة سيدتي دعنا نعتبرهم خط الدفاع الأخير أمام التماسك المجتمع التونسي. تقريبا لفترة طويلة هؤلاء الناس يدين لهم المجتمع التونسي بأنهم من يوفرون لنا الغذاء 3 مرات كل يوم تقريبا. هم سور تقريبا للسيادة الغذائية الوطنية، وسور أمام حماية الاقتصاد الوطني. وبالتالي يجب حمايتهم بجميع التدابير اللازمة لحمايتهم، وتوفير الموارد سواء عن طريق القروض أو المنح أو إحداث بعض صناديق الجوائح التي تهم التغيرات المناخية أو حتى الكوارث الطبيعية لحمايتهم أمام جميع هذه المتغيرات. وكذلك يجب دعم سبل الإنتاج الفلاحي. تقريبا لمرحلة ما تقريبا في الستينات والسبعينات الدولة التونسية راهنت على القطاع الفلاحي لدفع الاقتصاد إلى الأمام. نعم هذا ما زال ممكنا، لكن هناك تقريبا أمر يجب على الدولة التونسية أن تنتبه له مستقبلا. هو أمر سيادي، هو أمر استراتيجي، هو أمر بحكم العمق الأمني للدولة التونسية، لكن كذلك أن تكون مستقبلا التوجه نحو القطاع الفلاحي ليكون هو القاطرة الاقتصادية نعم للبلاد، هذا تقريب خطأ. يجب التنويع في مصادر أشكرك. الاقتصاد التونسي يجب أن يقع التوجه نحو الطاقات المتجددة، يجب كذلك التوجه نحو التكنولوجيات عالية الدقة. هذا تقريب خيارات متاحة أمام الدولة التونسية. طيب. وكذلك يجب حماية الفلاحين التونسيين لكونهم كما قلت وصلت خط الفكرة. الدفاع الاقتصادي والاجتماعي صح. الأخير. نعم. بالأخص هنا نتحدث على صغار الفلاح. شكرا لك.